متابعي جريدة شوارع تيفي، مرحبا بكم بعد البث المباشر. هذا البث المباشر الحزين نقل أجواء جنازة المرحوم شهيد الأمة وشهيد الوظيفة وشهيد الأمن الوطني هنا بإسكان بزنقة طراس. كما أن متابعينا الكرام، أجواء ماهبة هذه الجنازة. تحياتي الهلالي. متابعينا الكرام، دعواتكم للفقيد ولشهيد الأمة. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.